ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا استاذنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بال محلك معفن كده ليه يا اسماعيل؟ على قديمه. عندك لانشون؟ الحمد لله. طب لملي كل الجبنه الرومي اللي عندك. عينيا يا استاذ. سبحان من يغير ولا يتغير. ولملي كل الجبنه القريش اللي عندك. كمان. وثلاث كراتين بيض. وثلاث كراتين بيض، ماشي يا عسل. وعلبة الكراميلا دي. وعلبة الكراميلا دي، حاجة تانية يا عسل. في جبنة نستون؟ نستون فيه؟ ما بحبهاش أنا، مش عايزها. بلاش. امسك يا إسماعيل. وهات لي البتاع ده. خد. الزلوط اللانشون ده. خد الزلوط ده، مش هيغلى عليك. امسك يا إسماعيل 300 جنيه. 300 جنيه حتة واحدة؟ وصل لي الحاجة على البيت يا إسماعيل. عينيا يا خالد الزك. ما تتأخرش يا إسماعيل. عينيا. حاج مهدي، حاج مهدي. ايه 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 في ايه؟ ازيك يا حاج مهدي؟ ايه يا خالد، ده مواعيد تخبط فيها على الناس برضو. صحتني من النوم يا اخي. الحق عليا، الفلوس جت من البلد قلت اجيبها لك. طب ما تجيب. ما انت شكلك نايم، اجي لك مره ثانيه. لا 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 لا، مفيش مشكله، خلاص خلاص. هات يا عم، اجي لك مره ثانيه. يا عم خلاص، هات الفلوس بقى. امسك. الشهر اللي فات وخمس اشهر مجدد. تأمر بأي خدمة تانية؟ أأمر؟ ده أنا اللي تحت أمرك يا باشا. بص، أنت تخبط عليا في أي وقت وتصحيني زي ما أنت عايز، ده أنت حاجة جميلة جدا. وأنت حاجة مملة جدا. خد يا أب، أنا أنجزت لك فلوس الكفالة. زي الفل. كده إن شاء الله نروح بكرة النيابة وإحنا مطمنين. بصراحة أنا لسه مش مطمن. متقلقش يا ماجد. سيبها على الله، ان شاء الله براءة. اللي انت عملته معايا ده يا صاحبي يمين مش هنساهولك طول العمر، هيفضل في رقبتي. على ايه يا ماجد؟ لا شكر على واجب. ده العشم، ده العشم برضه يا صاحبي. احسن منك يا اخويا. ما كل الناس احسن مني. ايه الجديد يا عم؟ مالك فيه؟ مفيش. على العموم انا صرفت لك فلوس العمليه بتاعه باباك. بتهزر. وانا ايه اللي خليني اهزر؟ فلوس معايا هدي. لا ما تطلعهمش، ما تطلعهمش هدي. ليه يعني؟ بعدين هقول لك. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ وبعدين انا طلبت كبيره يا اخويا. اشربهم في العربيه. انا معيش عربية. طب يلا بينا، يلا انجز بقى. لما اطلع هبقى اخدهم منك بره. ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش منك يا احلى حب في حياتي. حب؟ حب النوم. فاهمة ولا لا؟ انا اللي بيني وبينك دلوقتي ان احنا بنقضي وقت لطيف مع بعض وخلاص. فاهمة؟ طب يلا يلا. خلاص ياما، ياما ما قلتلك خلاص، الإشكال انتهى واتحل، خلاص بقى. إزاي؟ دفعتها له الكفالة، هيخرج بكتير وبكرة الصبح. بجد يا ماجد؟ أيوة ياما بجد، بجد. طب وجبت الفلوس منين؟ أنا بكتب أغاني ياما، وبشتغل شعر. بعت أغنيتين لياسمينة. ربنا يا ابني يرزقك ويزيدك كمان وكمان. ازيك يا سهى؟ اهلا يا دينا حبيبتي. خير؟ قافله موبايلك ليه؟ قلقتيني عليكي. لا ابدا، ده الشحن خلص. لا ما واضح فعلا ان الشحن خلص. ايه حكايتك بالظبط يا دينا؟ ما تخليش موت مامتك يضيعك. ايه بس يا بنتي الكلام الكبير ده؟ لاني حضرتك راجعه متاخر في نص الليل وكمان قافله موبايلك. وبصراحه كده يا دينا احوالك مش عجباني بقالها كام يوم. سهى
ممكن نأجل الكلام ده لبكرة؟ أنا تعبانة وعايزة أنام. بس أنا عايزة أتكلم معاكي شوية. بقولك أعصابي تعبانة. الله، خلاص يا ستي سايبهالك. ماشي يا دينا، براحتك. بكرة هتندمي وتعرفي إن أنا خايفة عليكي. ألف سلامة عليك يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. الحمد لله على سلامتك يا حاج. الله يسلمك يا ماجد. انا كده يا جماعه اقدر اقول لكم ان مهمتي انتهت معاكم النهارده، وان شاء الله هتابع القضيه وابلغكم بالاخبار. يا ابني يا ابني احنا تعبناك معانا قوي. ما تقولش كده بس يا حاج. الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله اديني بقولها لك اهو هتطلع برا. يا ربي يبشرك بكل خير يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عايز حاجه؟ تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أروح على البيت بقى عشان أريح جدتي شوية. يلا يا حبيبي تنور بيتك من تاني. ما قلتوليش أنتوا جبتوا فلوس الكفالة منين؟ أنا اتصرفت فيهم. اتصرفت إزاي يا ماجد؟ عملت إيه؟ بعت أغنيتين جداد لياسمينة. ياسمينة؟ تاني ياسمينة يا ماجد تاني؟ خلاص يا حاج أوفر في النيابة، مش هينفع. تعالى يا حاج اتفضل اتفضل. يلا على بيتنا يلا. عايز اقول لك ايه يا عماد؟ عايز اقول لك ايه؟ انت مديني 300 جنيه. خد 400 اللي اقول لك خساره. خد ال 300 بتوعك اهو. يا خالد يا اخي احنا مش اصحاب، احنا اخوات. انت كده زعلتني والله. خالد اوعى تكون بعت حاجه عشان تتصرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش. هجالي شويه فلوس من البلد، كام الف جنيه كده. ايه ده بجد جالك فلوس؟ انت فاجئتنا. طب ما تعزمنا على حاجه يا اخي بمناسبه الفلوس اللي جات لك. انت جيت في جمل من عيال جوز يا متر. وانت محتاج حد يعزمك يا عماد؟ انت راجل دلوقتي بتشتغل في جرنانين وبتقبض مهيتين. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. انا مش بحسدك يا عماد، انا بس بنبهك انك اللي بتعمله ده دلوقتي غلط. انت راجل كاتب، مالك انت ومال الرسم الكاريكاتيري؟ ما عشان انت ما عشان مش مستوعبه الموضوع. يعني انت عندك مثلا مثال، يعني عمنا صلاح شاهين كان راجل. هو في اصلا وجه مقارنه بينك وبينه؟ صلاح شاهين ده كان حاله خاصه. يعني عماد كان حاله عفشه؟ طبعا. نعم ايوه، لانك كمان ما بتشتغلش في جورنال عادي، راح اشتغل في جورنال حكومه. يا نهار ابوك اسود، في حد يعمل اللي هي بتقوله ده؟ وماله يعني الجورنال القومي؟ الجورنال القومي ليه اهداف، اهداف اهداف نبيله، بيحمي البلد. وبعدين الجورنال القومي ده بيحافظ على الناس اللي معاه وبيقدرهم. انا باخد مرتب كويس جدا فيه. تحب تشتغل معانا؟ لا. انت كمان عايز تاخده معاك؟ انا مش قايل لك ما تبيعش حاجه للست دي، مش قايل لك تبعد عن السكه دي خالص. سكه ايه بس؟ ما لولا السكه دي ما كنتش خرجت من الحبس. انا لو اعرف كده كنت قلت لك ما تدفعش ولا مليم. ما تفرش الحكايه، انا ما عملتش حاجه مش للدرجات دي يعني. واكتر من الدرجات دي، الفلوس دي حرام يا ماجد. حرام ايه؟ ده تعبي وشقايا. مين اللي قالح؟ مين اللي فات وقال انه حرام؟ انا اللي بقول لك انه حرام. اهدوا بقى يا جماعه وصلوا على النبي واغصوا الشيطان. الشيطان؟ الشيطان دخل البيت بالفلوس اللي جابها ابنك دي. هو في ايه؟ في ايه يا حاج؟ في ايه؟ ما تبص لنفسك، طول عمرك ماشي جنب الحيط، عملت ايه؟ في اخر حياتك لبست عاديه رشوه ومفيش في جيبك جنيه، ويعني ما تخرج منها ولا لا؟ اوعى تسيبها.